قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد وعشر كنقي كوبي تبنات سلبي تبنات لبي تبنات ويان الثاني عشر كتابك أخلاق حملة القرآن للآجري رحمه الله تعالى مؤلفك وحوكها اللي آدابتي أخلاق ديكو صاب سنات قفك القرآن كادتك برايا إلهي درسي سولتك إذا سبحانه وتعالى iyo akhlaaqaadka looga baahan yahay aadaabta. Waxaan ka bilaabaynaa xadiiska buga 25-aad dhexdiisa ku jira. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا عمرو بن محمد العنقزي عن قزي أبو سعيد الكوفي ويان قال أخبرنا أصباط عن السدي عن السدي وإسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي عن أبي سعيد عن سعد الأزدي وكان وحوها سعدي أبو سعد وحوها قارئ الأزدي لمن كأزديين تلي هذا غير كغير أزديين قبائش كمدع حويان ويان عربت يمن العين عن أبي كنود بكوري عن خباب بن عرت في قول الله عز وجل إلى هذا الكيس جل وعلا يا خباب بن عرت رضي الله تعالى عنه وحوليه إلى هذا الكيس صابته كسو الدكتاء سوى الشيغية ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. آيات سمارتي سورة أنعام كجرتة سو نسول كذا يقالي ولا تضرد هئرين عيرين الذين كوا يدعون برية ربهم إله ذا خالق ذا برية بالغداة الصبحية والعشية قلبة تتكاس لا تطردهم يا محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد هئرين بالي تتكاس ولا تطرد الذين كو هئرين يدعون ربهم ربي قد برية الدعاء لبض والنوعين نقول السلام الدعاء والعبادة دعاء والمسألة ربي قد برية عابديان أيوة برية توغية إلهي عابديان سبحانه وتعالى إن بريان دفتث يدعون ربهم بالغداة والعشي قرب يا الصبح بقى يعني عباده مستمرة وعباده أشوك تاوية يريدون وحيدونيا وجهه إلهي الدرتيس بي ألاو عابديا وش قال لأولا سعداء مصلحات كلام لها طن كلام لها ما عليك من حسابهم من شيء أيقا دوش هذا موسى نحن حسابته وحبك ما صار النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنت لا تحاسبهم وإنما يحاسبهم ربهم جل وعلا رب قد بحسابه ما عليك من حسابهم من شيء إيه وما من حسابك أذيك حسابته هذا ما يسنهن عليهم دشوا هذا من شيء ومن حسابك عليهم من شيء أيضا أيضا أكو حساب ما يعديك ربك حسابي حاد مركز عيريني سمارت أو فتطردهم مركز إرسو فتكون عن نغتد من الظالمين كوا ظالمين تأكل من نغتد تد إرسو حتى من نغتد كوا ظالمين النبي قال وير عليه الصلاة والسلام آيات داسي مركز سبب نزول كذا أيوك هل هي وحور قال وحور جاء وحايمت الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب مع صهيب الرومي
بلال بن رباح عمار بن ياسر خباب بن أرط يعني وحويا وضعفاء صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجوا رب مهاجرين تهايو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المركب حيمد أضي الأقرع بن حابس التميمي رضي الله تعالى عنه وعيينة ابن حسن الفزاري مركب ولا يقان الأقرع بن حابس لنا بضون وحوها غير تميم غير كذا هذا بضون وها عيينة ابن حسن وحوها لما كف الزاريين تلي هذا أيون بضون وها لبدودنا لبنا وقلف سنبي هاي وشفاء البادية في البادية مرت الأضيب جودا كم وضي لبدو ذبا أقرع ابن حابس وأنك النبي عركي أصبوا لون كان يا إلمي سميت كمدة أور والله طبعاً بان على ولي جيت كمدة أنا لو كبير وهل تقبلون هذكم يا المهل وكتيب بنا بكبير بركاس النبي كبير أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة حنكو قبان كر على قلبك قعدون حرسك قاتا ورسول كبير عليه الصلاة والسلام مركا سيدو كله نين كان ليه هذا سحاب كان كله وأصقنا وحوها عيينة ابن حسن أصلا نسوق عن بادية وعها عن مارتي أذقبوها حتى نبي حديث وكل شيء راشة وشكل شيء سفيه المطاع وأنا مسكح بنين لكن لسكا أضيعه غيرك أضيع ونقضي رسول كتب المامة عليه الصلاة والسلام لقن كذا أيانا أرأوا يبدثت بكرارات نبي كبير عليه الصلاة والسلام وحين كمدها هي المؤلفة قلوبهم صحابة النبي وحولها سيوسود وين تري سو إسلام كوسو ما أثقو صدمه وذي هالشي معايا غيرك وذن أينو ما أرتد دتي سود ويا أيق عد حلوسي بقول بقول جيروسي نبيك ما لنتي ما أرتي غزوة حنين اللي بدو مثل صو كمدها بقول جيرو نكي وسي نبيك عليه الصلاة والسلام مركب واحد يميت نبيك أو يميت الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة ابن حسن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سأيه هلان مع صهيب الرومي سوى نبيه أولفر ليه صهيب الرومي إيه وبلال ابن رباح أو نبيه لفر ليه إيه عمار ابن ياسر إيه خباب ابن أرط انت قاعدا وحي لفر ليه في ناس تذبح ذو كجرة من الضعفاء تأكد الرأي من المؤمنين كمدة أيكوا لحجرين بكاس النبي لفريا عليه الصلاة والسلام فقال لبود وحي رادين يعني الأقرع عيينة أي وحي رادين إنا نريد وحان دونينا أن تجعل لنا أنا ينويشد منك هذه حقا مجي جلسا فردي أو تعرف لنا به العرب عرب أنا قاعد نوقرنا يا وحدونا يا مال أجارة أي في أي ما أنت مال أجارة أو ما أنت في أي بيئة وهي أجارة وذلك اللو ذاك إن لصة ما يدونا يا ذلك أوقع صعمة دمنا ضيين إن نريد وحن دون إن أنت جعلنا إن نويش منك هذه حاجة جم مجلس فردي أو تعرف وأي قرنا يسولنا أنا جا بيئة سجد رادس العرب عربت إنه هي قانين ونمك قضي ياشها وغير ما قرأنا سماشا قارفة ليه سنو عربت نوي لادين إيان دوني نبي لادين إنا نأتيك وانكو إيمانينا أناو نأتيك وانكو إيمانينا فنستحي وحن كحشونينا أن ترانا العرب وعربينينا أركته مع هذه الأعبد أدوه مضان أناو لفرينا فحديدينا هذا كان مارس صحابة الرسول كليه رقم قرأنا سا إن لفر إنه أنا ومارت يديرينا فإذا نحن جيناك فنحيهم عنا فإذا نحن جيناك أنا وطن نكون معنا فنحيهم فوقي عنا حقنا نجف فوقي ورجع مارت أنا كدر شيء ليس فرقنا جاي معنا أو كما قال أمس ديران هل نعاسو كريد نعاسو كودجين فإذا نحن فرغنا hadii aynu maartay fadhigan kula fariisanayno aanu dhamayno oo dantana noo kala dhamaato faqud maaha min shiit ay hada doonis ma kala fariisayaan ma laakiin tan danta leenahay kuuni maanayno qolahan ugu wasuucan yahay iyo ogihiin odayaasha arbadanahay
dadka masaakiinta anagana soo dhaxdaran biir marti ee mal gaar ah noo sameey hadal halka ka dhameysanona marka hawayaan adigu la fara socda doonis faqala nabu wuxuu ru naam ha haye marka wuxuu doonayaa inuu ayo soo dhaweeyo calayhi salaatu salaam islaamka u soo jiido oo odayaasha dadka ka dambeeya ay marti ay ku aadayeen bay soo kaxin doonaan buuranay naam فقال وحي هذا فاكتب لنا عليك كتابا ارتاسي ان كلا صحيحا قرال اه ومارته نقط فاكتب قر لنا انا عليك دوش كتابا قرال وانا كلا قرانا بلا قال وحي فدعا بالصحيفه والغضب وير نبي والغضب هلك يا نبي ودعا عليا علي بن وير كاتبك وي قراي كراني نبي وير علي بن ابي طالب ويا ليكتب انه قرا ونحن نقول مركا قعود في الناحية لين عبان فرد نبي لا هذا وذا يشون قال فريان نقول ندع كلا أيان فرد نبي وليه قباب في الناحية فنزل جبريل جبريل بسود دقي نبي بسود دقي آيات نبي ولا سود دقي فقال وحول هير ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه أيضا بسود دقي ولا تطرد عيرين عيرين الذين كوا يدعون برية ربهم ربي قد بالغداة والعشي قرب يا صبح يريدون وجهه ألا دع عض إجواه ولا درتي سمعت لو عبدي وحكلا عن دونيني ما عليك أديك دش هذا ما يصنعهن من حسابهم كوحدة مساكين تحسابته من شين وحبا أضم حسابي حسابته نشغلكم عليه وما من حسابك هذا حسابته نعلم دش من شين وحبا ما يصنع أي حد أيونك حساب ما أنا حساب ميس وفتطردهم أدري سوم مركز ولا تطرد الذين يدعون ويان هيرين وفتطردهم آد إريسيد وفتكون أمريكا أن نغتل من الظالمين وكوا ظالمتك من نغتل أمريكا عليه الصلاة والسلام هكا عيني من مجل قد ثم ذكر الأقرع والعيينة كبعد وحي وحو تلمامي الأقرع بن حابس عيينة أيو تلمامي فقال جل وعلا لا وحو يري وكذلك سيداس أنكو حدا نصوف في اثنين أيان فتنا أيان امتحاني بعضهم بركود ببعض بركة كلا تدكو أسكو امتحاني كفقير كهي كان هذا كانكو امتحاني كان حولها لا كان حولها يا رب كوي امتحانة متك مسكين كان متك ملاحظة كوي امتحان ده كله كوي امتحامي كذا على نك كلا في رنية فتنا بعضهم ببعض ليقولوا إن يرادين دراديدة إن يرادين كم أحبا هؤلاء قوة كان مية من الله الله قال الله يستي عليهم دش من بيننا لحدا نده بكو واحد بع الله الضارتي إيمان كله الضارتي أو مجرنا يسا ساسين يرادين كوا هذا ما تواوي أليس الله إلهي صنو صنعنا بيعلم متكو قوم بدن من الشاكرين كو الله كو شكري إلهي وسوكم أقوام بدن ثم قال عز وجل إلهي وحو يري وإذا جاءك الذين كو يهدي كو يمادين نبي محمد يؤمنون رميسان بآياتنا آيات كان يهدي كو يمادين فقل وحاتر هذا سلام لمارت سلام إيجا يعني سودوي سلام عليكم لمارت نبي تقول دوشي نهات كتب ربكم ربقين وحو واجبي على نفسي نفتي سأل رحمة حرست بكو واجبي إلهي نقولنا حرست إيو نفسي بكو واجبي سبحانه وتعالى قال وحور فرما رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن عرض وحور فرما رسول الله صنبه واتوري بالصحيفة والغضب وطوري نبك عليه الصلاة والسلام قدر ربنا حروق غره واتوري ثم دعانا ونويري فأتيناه ونؤنمت فقال وحوري سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سنة لأمر نبك أي نقول أخري وآية دي ما قالت سلام النبي تقول عليك دو شنات كتب ربك وربكين وحو واجبي على نفسي نفتيسة الرحمة نحرس بله واجبي سبحانه وتعالى فدنونا منه ونسود واني نبيك عليه الصلاة والسلام فدنونا ونسود واني منه من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وضعنا ركبنا على ركبته إلى أن تلبها بتلباء صارنا روق بالروق أنو صارنا نبيك عليه الصلاة والسلام يعني أدبا نقصود واني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يجلس متفر يستمعنا على تيران كنا ونبي فرستير عادوا حد وعور إنه أي قاس بلا فرستير مساكين تيجوا عفظا مسلمين فإذا أراد أن يقوم هذا ضمعنا وقعه قام واقع شري وتركنا ونجتري شري فأنزل الله إلى وحو سودتي سبحانه وتعالى هذا نعرف تبى لسيئة كيو نوع كرات الله بك على سيق هذا وحو سودتي واصبر نفسك نفت هذا كحر مع الذين كوا لتيران كوده يدعون بري يا ربهم ربي قد بالغداة والعشي قرب يا صبح يريدون أي قد دون يوجه ولا وجه يسود دون يا الله درت سو ما دلوا عبدا يا ولا تعدها قد بنن عيناك الله بضاد انراض عنهم يجا حق ذاك قد بنن تريد ذا دون يا زينة الحياة الدنيا نلش هذا قروح ذا دون يا إن ده هذا نفسين يا إجا سمارت إن ده كحر بالير مارت
ولا تعد عيناك عن من تريد زينة الحياة الدنيا. مركا النبي عليه الصلاة والسلام دي دون ماهن وحال لو جيدا عيد الله عيد وضاس قادس أنبا لو جيدا مرت زينة الحياة الدنيا واش قول عدوه كوكو سقاطوية. يقول إلى وحو ليه لا تعد عيناك إن لاك هدافسين عنهم إيقا حق إيدا وتجالس الأشرافك وأشرفت لأ أضياشة ووين على فرستي ولا تضعها ضيع من أغفلنا عدا هالمانسيني قلبه قلب جيس عن ذكرنا حسك نغا كوعداس وحوين لك هولي قبال ويري مرت عدي عن قلبك نغا حسك نغا هالمانسيني يعني عيينة ورق رعب وشيدا واتبع الراعي هواه وولي الراعي وكان أمره أرنكي سنوها فروضا حد قذب عدي عدو حد قذبتي هذا هو لك هولي. ثم ضرب لهم إلى وحو السمي مثلا تصالوا وتساوى أمه معها إلهي رجلين لبنان بأقو مهمها لبنان لأقو مهمها معايا سورة آيادها مكا كدن بيكو حيقة. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينما زرع كلتا الجنتين آتتك لو حلو مهمها لبنان نكي هضن كأها يكبر كبناء يعني نكي فقير كأها وإلهي يقيني بألقو مهمها سبحانه وتعالى سيؤك الخير بنايا ومثل الحياة الدنيا نرشى الدنيا ولو تسالي نرشى الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح وكان له على وجهه مقدرة المال والبنون زينة الحياة الدنيا آيات كاسنا والله ما الدنيا وحما لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مركات تصالح حلو قال دتك أهل صلاح أهل خير كأي آخرة إياك خير بنا وضيع عن هاي مذهبان تاعي وكرسي وانا استاعي الدنيا لا هي حبت الرميس بس فانا حبائي يلا وصي مع ما عايدة مركب وصي الشيء نعم فقال وحور فكنا خباب بن رضوح وحور فكنا وحين وحين نقعد كوفر يستمع الرسول مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ترى كيس يان فريسجرني فإذا بلغنا الساعة مركب إنه قارنوا ساعة دي الله تيقوم الرسول إنه كعائي هذا استعجوا الدنيا سوء هذا أيام قمنا نجا كعيشرنيه وتركناه وإنه كتير عيشرنا نبيك حتى يقوم الله كعصب مركب نجا نبيك قرن عيشرنيه احترام عيشرنا وقت جي دنت أولها نجا كتير عيشرنا بيراد مر. قال محمد بن حسين محمد بن حسين وحويري أحق الناس دتك كوا وحق له باستعمال هذا كان إنه يكون رقمان استعمالك على وجه تطبيق هذا كان إنه يكون رقمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول كيس قداشيت إن النوع عن كل رقمان ذاتك هو حق له وأهل القرآن القرآن كذلك يسويان إذا جلسوا هذي فريستان لتعليم القرآن القرآن كأنه يبران يريدون به الله يريدون به وجه الله إلى وجه سيوى القرآن كملك أولا جيدا يريدون به الله الله يقول جيدا. حدثنا الفريابي قال أخبرنا يزيد بن خالد الموهب الرملي قال حدث أخبرنا عيسى بن يونس عن هارون بن أبي وكيع قال وحور سمعت وحن مغلي زادان أبا عمرو البالي زادان أبا عمرو أبو عمر ويان أبو عمر إمام البخاري رواية بوري يسجى إمام قرية رواد وبخاري بكم إذا وكسوك عي زادان أي وحويري يقول وحويري نكر زادان دخلت على ابن مسعود وحن صوق على عبد الله بن مسعود فوجدت وحن هلي أصحاب الخز واليمنية رجع لبستي درك خز قال لي هذا در غالي أويان يا واليمنية درك يمن وسمي يعني حقا رجع مال قبيان أهو درك بدك في عن لبستي ولا بنوع كم إذا ما درك صار صار خز خزب على قسم خزك وحويا دود الخزب سمي سحرير تحيق قوية رجع دود رقى لي أخ لبسني طبقات كتسنا الحواهيستة هي واليمنية تلك يمن القسم يا وحنا أهلي بوري قد سبقوني إلى المجلس قوليه إلا فريسني إني إيجا هر مرين قوليه عبد الله بن سبحان الله قبرني أي إيجا هر مرين بور فناديت وكاسن أنا ونادي يا عبد الله عبد الله يو من أجل أني رجل أعمى إن أنا أهنين إن دردرت هذا مية أدنيت هؤلاء يكون كان أسر دويدي وأقصيتني أنا جن إيفو جيسبك أنا كويل بورمارت ما أنا جن أنا لا هدرتين أياد مارت كواحد أنا أسر دويدي أنا جن إيفو جيس
هذا سجى ضاهي مع هذا سجى صوت ضاهي ولا يقهر ما ربي رجع عارك يقهر ما كاسة ويا عبد الله من أجل أن الرجل نعمان أننا لا أحد درتيه مية أدنيتها ولا يكون أسود ويدي وأقصيتني أنا جن عديف ويدي فقال عبد الله وحور أدنه سودو وكير حتى دنوت وندو وادي حتى ما كان بيني وبينه جليس حتى كان إلا وكأهد بيني أنا لحيد وبينه سلحيس جليس هل نوفرية نصدنا صار نوقران كتابك نسخيك قرن وحي قريان حتى ما كان وما أنا فيها كل شيء حتى ما كان إلا إسان كأهان بيني أنا لحيد وبينه سلحيس جليس عيد فرية هذا هو واضح أنا أستقل عيد فرية دابا إلا إسان وقد حين مارت عبد الله السود ويمار نلابوها قال محمد بن حسين وأحب له وحان وشع الله قفك تتك قرآن كبرية وأحب له وحان وشع الله إذا جاء هدو يماده من يريد قف دوني أن يقرأ علينا قرآن كواخريه ومن صغير قف يراه أو حدثنا من قف دائرة أو كبير أموين أن يعتبر أن يختبر أن يعتبر استراح اللغة العربية استعمالك أسبدل أي موقتها واللغة العربية استعمال أن يعتبر أنه عبرة كدقو أن يختبر أنه اختباره أنه امتحامه كل واحد متكسته أن يعتبر كل واحد متكسته أنه كو امتحامه ومنه أي كمدة قبل أن يلقنه أنت سن أميرين كهر من سورة البقرة سورة البقرة أنت سن أميرين كهر وأنه كو امتحامه يعتبره وكو امتحامه يا بأن يعرف أنه قرن أيه ما معه إلا جرن كيس هذا من الحمد فاتحة ورتكو امتحام من وصف فاتحة سفعا ويقان تتكاركو البها ذات قرآن كبراء ويتعليهين إني سورة البقرة اللورد يقول صوتا ما كلا أقول فانا رحبا بقرة كتيرا إنو بناث بس كعادة وي معنى أنتو كسري ويقان بقرة كتيرا إنو بناث مركين ما كلا أقول فانا أقول فانا مركها أن مركا بحولي هاي وحفي عن إنو اسكه بيوه سورة البقرة أنت أقول لي نهرت إنه فاتحة دي يقانا لأنه فاتحة دي وواجب أخذ كده الصلاة دي بكوان صحيح أيضا إنه مركا حكاه بيو إذا مارت فاتحة دي حكا دي جيستو ساسا في عام إنه كورو فاتحة دي وكاه بيو إنه يقانا يقصار الصور إيه صورة مارت كلاو قرآن مارت وحواي فكدو كان كريو أن يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار الربع إلى الربع لا يقاري قرآن كله يقانا أو سبع مارت سبع تضوامنا هذين الله دقويا سبع ربع سبع ينو يقانا أو أكثر يوحك بدن مما يؤدي به صلاته حسابه وكد كان يو كجا ما صادق كد كان يو إنه وعيالات كافير يافي عن أو ويصلح أو ما تكوه بونان يو قف كان أن يأم به في الصلاة صلاة الإمام كن غضه إذا احتاج إليها ذو بعض رواه نسقي كقارن إذا احتاج هذه الله بعض كم شو ويان مركان الصورة ها إمام كن غضه كر صلاة كد كن كر مركور إن لوريو وأنا ساس وحفي عن الهوس لا أقصد باللعب لأن سورة يليه القرآن كمك أوك سورة بقوم قريب فإذا كان يحسنه حدو يمد وناتنيا أو كان تعلمه برشدي سوء هذا في الكتاب دكسيه هو كسب برتاي هرا ما تعلمه في الكتاب كتاب كتاتيب بلو جمعية وأنا ماشي ما أرتاي سو ماذا قرب أبي قانا ولي هذا كتاب يراد والمعلم محوها هاي سورة متك كتاب القرآن كبرة أردت أقول شيء دمت كتاب حويان مركوا صح حويان إرجاس هش اللغة العربية ما تسويه مركا كتاتيبة والمعلم وام حي ومتك كتاب تبمرت شيخ نوام حي متك حويان قرآن علم جدتك حرت برو مرت قليف نوام حي سواء نكرميد عرتو بيو مرت حوك سنة يور خليفة واشد مركا حويان أنا كلمت عرتو ما مات حلو سامي مركا كتاب تقارب إلى هذا مركا صعوة يعني كتاب واللغة العربية كتاتيب باللغة الجمعية مركا الدوسيجا أمام العمد وحلا إلى هذا وياه مركا هدي أو هراي أقصاب برتو الدوسيجا لايو كتاب كا أيوم العمد دا أيوم مقرن يصير الدوسيجا قصاب برتاي أصلح وهجاتنا يا من لسان عرب كيس وقومه ونتو سنة حوشي إذا حوجي التجويد كا يروح كصحة مخارج تي حتى يصلح إلى أمارة كهجاك سناده أن يؤدي به فرائضه واتبيالك سنو كجوتو يعني أنا نغضى مارتي نوعو كدو كان كاري يومارت وهذا صلاة دي أيوة عن صحيحه أو صلاة دي قاري يومارت
وانا انت صلو صو صحا لا لو مركه انه بقره قبل ابا فاذا ما صوم انا صوم انت كنت كن كر صلاه وانا صحي صوم صوبد ثم الدبد يبتدى وبلابيا او فيرقنه ولقنيا من سوره البقره مركه هو ميري سوره البقره هو بلا مركه واحب وحان جعلهي وحا كجرا وحل يادو احب مركو شيخ وليه بسلام سلام سرع انه غويو ربا ما حول الى ايام مارتي ان مارتن او اسو سو مركه دورتي مسوس فهم كيدي وحنا نريد هذا مارت وورع نمر كتنسى حكمك حقيس وأحب وحنا على هاي لمن يلقن لمن يلقن قف قدرك القرآن كقول لك جناه أو بره إذا قرئ عليه هذه القرآن كلو أخنا يو أن يحسن إنه وناتيو الاستماع دقيسجا ودكرار عنتا إلى من يقرأ عليه قف قدرك وأخنا يو إنه قف القرآن كقول كذا جيسنا يوسف يعني تقول لكم ولا يشتغل عنه أو صنا كم مشغولين يشتغل أوصل كم مشغول عنه قف كده جيسنا يو بحديث شاكو ولا غير وحكر أوصل كم مشغولين أفكر والله شاكي أو تلفون لو صادر وعنو صغر مشغولين فبالحري مركا وحا حبون أو ما قرانيس حقضوا إنو قرانيسا أن ينتفع به من يقرأ عليه إنو كفا إيدو قفك كو أخرني أرضو وكفا إيدي يا مركاس أن ينتفع به إنو كفا إيدو من يقرأ عليه قفك كدوس وأخرني وكذلك ينتفع هو أيضا معلن كلفتي سقران كذا جسرفت وكفى إذا يا مركا ويتدبر ما يستمع من غيره اتكلوا وكذا جيسنا يو إن الروح أو كش فكر أو كتدبر كذا ناسا وربما وحاسو تجرا كان إنه هذا السماع مغلتان كي مغلتان كيسة للقرآن القرآن كمن غير اتكلوا كم قالوا له أسرع فيه زيادة منفعة إن ما المنفعة دارها فإذا دارها وكهره قفك لو كم القرآن قف كم قالوا وربما وحى الأركا كان وهذا سماعه مقل كيس والقرآن القرآن كمن غير كم قالوا له أسرع نوج صناته فيه مقل كاسي زيادة منفعة واحترق إرادته إيه وأجر أجر عظيم أوين ويتأول وحق رقم إياه قول الله عز وجل ويتناول معه ويتأول وياه قول الله عز وجل إلهي هذا الكيس رقم إياه وإذا قرئ القرآن القرآن كهدي الله آخريه فاستمعوا دقيست له القرآن كدقيست وذكر رعيه ما تروحه وأنصتوا عن موسى وأنصتوا له يا قرآن وعن موسى لعلكم مدنتين ترحمون الذين نحرس ولا نحرس أنا نحرس بدوني يا مرك نحرس بربانه قال قرآن ودقيس أنا فإذا لم يتحدث هذا وصل شاكيسا مع غير عدك لا وصل شاكيسا قرآن ودقيس أنا أو أنصت إليه ودكت أخرى على يقف قرآن ودقيس أنا أتركت الرحمة من الله نحرس حق على كتمة أي مارد ودعيس لعلكم ترحمون بله مارد سبحانه وتعالى حرس به لي وكان وحوا هذا مركا أرنك وكان يعني أرنك وحوا هذا أنفع للقارئ عليه يعني أنفع كوء أنفع تام بدن وحو تر بدن للقارئ عليه كان دوش إذا سكوا أخنايا ما قرنا سنة وكان أنفع للقارئ عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إله النبي إله الرسول كي سوحوا للنبي قال لي عبد الله بن سعود بكويري اقرأ علي أنا دوش إذا القرآن كو آخر بكويري نبي عبد الله بن سعود بكويري قال عبد الله وحي قلت وحاين يا رسول الله إلى رسولك سو أقرأ عليك ما دوش هذا كو أقرأ إياه وعليك أنزل إلى قسود تي قرانك قرانك هذا بل قسود تي هذا القسود تي مي أنا يكبرت هذا كو أقرأ إياه قال نبي حوري إني أحب أن وحان جعله أن أسمعه من غيره أنا قاعد أنا هنا كم غليه هو أخر بالمك حديثك حديثك مارت صحيحة أن بخاري يصوريا أيوب معرفة أيوة المامية ونكند وأنا طبعا حديث كمارت نعم حديث البخاري مسلم وغيره أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن حسين البلخي قال لنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك بحور قال لنا سفيان عن سليمان بكوري يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود حوري قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك حويري اقرأ علي قرآنك وآخر فقلت وحير أقرأ عليك وعليك أنزل مسأل مارك واقريا مقران كل جسود تيانو كواقريا أقرب عليك دوشة من كواقرنا يا وعليك أنزل هذا دوشة الجسود تي والحال أنزل عليك القرآن قال النبي حور عليه الصلاة والسلام إني أنا أحب وحنش على هاي أنا أسمعه من غيري عد كنا كم غلا ينش على قال وحور ففتحت وحام بالبلابة وحام فرطي سورة النساء سورة النساء ما كان بالبلابة أخرسك فلما بلغت مركن جاري فكيف سيب حالك هذا سيبو أرنكو نقون دونتا إذا جينا هذا نولاني معنو من كل أمة أمتك استحقه إذا بشهيد كوكو مرقاتك عا
ومضان بانكو مرقات كعيس ومده كلا ووجينا أن كراني ما أنه بكا ديقى على هؤلاء كوا كان دشو ومدي سي نبقى عليه الصلاة والسلام شهيدنا دو مرقاتع إنه حق قارشي دي وحق أشيك تما قرنسا اللهم إني بلغت فشت ورني نبو عليه الصلاة والسلام مركا آيات داسان قاري بوري وإلى آيات أفرتنات أيو أخريمات أفرتن آيضات أيو صورة كوا أغني قال وعرف رأيت عينه عينيه نبي قال أبي سندوت بان أيان أركيبوري تدريفان أيقول مركز شب ماي اللي انترتيت حسب كنا بقول عليه الصلاة والسلام ركوا ماشان مرة ينبي أوين بول دعو ودي واي مرك مركز يقول حسبك فنظرت إليه فإذا عيناه تدريفان نبي وان في ريو لبي سندوت بان شب ماي يبول مرت اللي انت عادي قال أمير هذا ذرف قال أمير هذا ومركز قاد فربان تبسي بيه قالوا شو ميس تدريفان قال لي يا وحوك نبي وير حسبك بس يقول مرت أنت كجوج مرت وأحب وحان شعله هاي لمن كان يقرأ لمن كان قفكي هذاي يقرأ مثل وأخريه ومعلن كده تقول أحبره يقرأنك أن لا يترس عليه إن صدشي سكو أخرين وقت الدرس مرك الوأخنا يوم إلا واحد هلقف مويانه يعني هذا أفكار عصب ما كان استعماله دراسة يقو استعمالها لكن أفكار الله محي إن القرآن كهل أرضي ميعتك أواب بحين أقول لغة بحي معلم معلم كورك لغة بحي دور معلم عاجرة سد حفر هل مروة وضع بحان أرد هذا سعر نصح ما ما أنا له بابا إنه سمارتي خار كود مغلين سببته إلهي قفك هل قلبوسي ما جعل الله ذرتون من قلبيني في جوفي مركا يعني حويا يقبح عشان سد حفر بوضع بحيس معناه القرآن متقن أهو صحي الله هو ما مرك معلمك هو صحة إنه هل قف كديجي سأقول شيء ذا القرآن كديجي سنة يوصل الله بقف فاضيو سدح فاضيو ما كرنس وأحب وحان شيء على اللي من يقرأ قف كله أخرنا يقرأ الله قبحه أن لا يدرس إنه سنكون كأخرين عليه دشيس يعني صوب بحنين وقت الدرس وقتك كبحتانك إلا واحد إلا طالب واحد هل أرضي مو يعني ولا يكون ثان مثل بعضهم لا ترين ما يوم عول ترين كيس ولا يكون ثانيا إلا إذا هذا ثان إلا إذا هذا صح وكان الاسم كيد لقلك نعم ولا يكون ثان مثل بعضنا وصراحان ويان مع ولا جرنكيس فهو أنفع للجميع لما أنتوا تساسا وأنفعتان بلا أرضا كان تساسا وأنفعتان بلا معلم كان تساسا وأنفعتان بلا معلم كتاب كده بقول لي سنة تشويش ما أنا هالقف وكل جي سنة حويا وكفى جي سنة أرضا كان تساسا ومارت وأنفع بلا واسكم مقطع وأما التلقين هدوم ميريني قرآن كله ميرني ميرتان كم كله هذا فلا بأس أن يلقن الجماعة كواحد من أمير مشكلة مرة لأنه مرة وحر مرة ولا ميرسنا يعني مرقى شن أما طبعا أما أرض الله قوة تحن هل مرة والله وذا ميرين كره وأنا تعزو حمل مشكلة مرها لأنه هل مرة ميرسنا وينبغي وحها بون لمن قرأ عليه القرآن قف كي معلن كقرآن كقوة أخريه أو فأخطأ عليه كفي واحد يكره أرض القرآن بقوة أخرى معلن وقفي أو غلط أما حويا ولحني أن لا يعنفهم أن وصل معلنك أوسن قف كاسي أوسن عنان أيها في عن أرتقى أن وصل عنان وحقنا يوا كتاب كلاه قفوا وحبوا برنا يا مرك أن وصل عنان أن لا يعنفه أن وصل عنان يو أن يرفق به أن أود أمريه أيها في عن أود أمريه ولا يجف عليه أن وصل دش سكو قلف سنان ويصبر عليه انه دول قاطه ان 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 اخطا يصبر عليه توقفه ودبرنيه انه عنانته اما عايه اما افلقاد اما ادله انت بوحوه وحبون معه حدي مركا هذا وحك علينا هذا الوناسن هي رادو افوناسن كلها الله لا سنبقى عليه الصلاه والسلام لا تنزع الرحمه من شيء الا شانه نحرس وحي لا قسيب وحو ما يسام حين حرس لك جدي أنا قرحة بين نقطان وناك بين نقطان مركبين وصل عاين أفلقادين عن أنا هدول دلوا لكن ما صوت دوب أنتي رادو قراعة إيش قوم سيج بتتاس سأقول بويا وما قرأت صوت دوب أرضي فإني أنا لا آمن آمن كمائه أن يجفو عليه إنه معلم كمار تكوك كنادو أرض جاس أو فينفر عنه وكعر فين على صوما هذا وانا جي شيء رقم ماشي في هذا وعم عارف انك كو عارف نبي هذا مرت تن الدليل
إنه ما قرن إسا مركا كعر الروح كهضم عليك إيه ما دكسي وحدم وفينفر عنه كعر الروح وبالحري وحنا هبوا مركز أن لا يعود إلى المسجد مسجد دب نص صور الله حد عكر حتى مساجد دب نص صور الله ماشي وحلو قلي جاي هذا من عمد وهذا دكسي وي ومساجد به مركا معلك هذا مساجد دكسي بدله مساجد حرس بالله صوت وأنا تري حبيبي ما لقى عر يا سما قرانك مكرنا يا إن لا يعرف مركها معرضة أفنى أفنى في عنها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روي صيغة تمريض كوكوري وصحوي يعني وحديث مات عن أولين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على قوري أنه قال إنه يري علموا برا ولا تعنفوا مارتي هو هنشبننا هقول قولننا هعاننا مارت ولا تعنفوا فإن المعلم معلمك خير أي كخير بان كخير بان من العنف يعني أذاك أذاك يقلف سنانت دمرنتك يا كخير بان لكن الحديث كان صحيح وقال صلى الله عليه وسلم بحوري إنما بعثتم والدين صادري ومخلوق والدين صادري ميسرين أذيك وكوفوا ضينا إياه ولم تبعثوا الذين مصابحين معسرين أذيك وعسلين إياه نبي عليه الصلاة والسلام ورانتر سحابي اسمك ودري الدعوة ودري بشروا ولا تنفروا ورانتر بشارية هعيرين ذاتك يسروا فوذية ولا تعسروا عسلين إياه أنت بمارتك سي قرض واستعمال لو ما تشيل مركاتك حوش شيء سيف عنو شيء حونك إلى سيسو شيء أذكر حكود درننا تبع الحمد إن يقلب سنان دين ما حكود درننا دين تما تذكر صاص بنو أمر ترى عليه سلامة وسلام جمع لكم در رسالة إلى بقول بنية قف وحوري أنا قف مسلم ويا حرمة إيو احترام إيو أباهن حقوق الأمياء مارتك شرع عدو أيو شيء ترى ما تلي حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا بشر بن وليد قال أخبرنا عمر بن أيوب الصغدي قال بحور أخبرنا حسن بن عرفة قال بحور أخبرنا وحينو رمى إسماعيل بن عياش وضعيف ويان عن حميد بن أبي سويد أصنع وحوى منكر الحديث عن عطاء بن أبي رباح وحلل هذا منكر الحديث ويان نكر حميد بن أبي سويد نهوص من الكوخرى ومنكر الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحور علموا برا ولا تعنفوا ها مارتي ها هنددينينا مارت فإن المعلمة خير من العنف معلمك يعني وانا حريست عليه يعني حريست عليك خير بان عنفك يا ذيك قلف سنانت حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال وحور سمعته وحن مغلى أنس بن مالك ويحدث شاكين إياه عن النبي صلى الله عليه وسلم كورمية قال النبي يقول يسر فوذية ولا تعسر وعسلوننا وسكنوا أدتية أدبعية ذاتك أو حسلية أدبعية ولا تنفروا هيريننا مرت وكما علم كنا أكو حق الأرض تنفليه لأنه داعي إلى الله عز وجل خير أي شيء نصوص تنوع عن كسوة صوبة أيه لقد كان نجم مركز فيرس أدبك لفقه حاكي يعني سياش ما شتال أما علمين تدعيه سودين تنقل أغمان معه القرآن كأخذ مايا فبما رحمة من الله لنت لهم يا إلهي نحريس الله درت بأوتش العلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام عدك القرآن كبري ولي قسك عندي سعدك وفي مقود لفن نبي قال عليه الصلاة والسلام بل أريحون لقى مهلين أصدقنا إهم معلنك إن لقد ضيضوها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصدقنا دمار معلمينتنا يا علماتنا وحفظيين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن دخل أوي دخل كمية وحمش كذا أنا هاي ستوحيتها انفصام بين المعرفة وبين التطبيق وحويا أقانتي يدخل كيبا كالتين دينتنا لما سود دينتين مبرتاه إن لقود أقمئة وعيدك سبران كريس لكن دخل كمية مدوية حريه بعدت كصومالي الدوكسيجا من عملها ميلا وحرو برتو واردكم مركو المين سجينا يدوكسي جينا يو إنه هرايبا بايدا أو أسو جوي معناك أو كانوا أو كوير هذا معنى قرع فهمي زه هذوقنا وحويا الشركة اللي هذا كره أنا لفتن ليه لف كتير بيم بولي مقرس لكن سال قرع بولي مركا ومشكلة ترته دخلنا إدمان وارد كي باب سمعنا يوم مرك المهانة ما هي قلب صدق وارد ككينة يا المه به لك ما يقان فتاه صوب ما يقان وأنا قان قال مرك اللي بودي أكو حق اللي ندلو
هذا كينيا أو ما سوق أنجرة كان واحد مكلف ويا فات على واجب كتاه إنه دك هذا واجب كتاه فات على مسيح كريو كان لكن مكلف معه دمبي بمله الماير كاو كينيا كوي مركان دمبي جل هين هل الدلال لي كي دمبي جل هينه وحويان وحودي للماي أسأل الدلال أصلك لو هو عقل مركا ومشكلة شرتوية دينتي نحرستي يوم جانا سباقا كي وانا سناي وحلا صعدة ضاقا عادو وذكو إليه مركا معلم والنسي سبق أو مجرنا يسا وحال غيا با أرضو النعب كي قبان انتي وحويا سود ديلان بحل أرضو مجرنا سمارة انتي ملاعي بحر سوق بتان ما جرنا ديلان أو كفن قريان أو معلم كي رادين مرت إجري هم عارف قادم نعيب أيو قبان مرق قف كاسي مع نسيو جد بنايا مع الوريف مع الراتلا نعبيهم مرق سيو جد بنايا علمي سيو شيء على سينا يا دين نكاس دين توتك براه دين مارت توتك برتان مع القناش دين مارت توتك وكد دانو كفى إنسان نحرسة وحلو قط لق علي نحرس إن لو صعر قف كمارت داعقة نعم هذا دين تهدد وقصي في عنا لهين هدانا للدين وحويا معلم با فكرة فلسفة بينا أسوء وما برنا هاي كفي عن برنا هاي معلمين فلسفين يا وحويري يعني ما حويا إركان فول ويا بالقرآن كبر إركان ما فول سكر هذانا قرعين بالمقت فلسفة بينا أويا حبك ما ترى الرقاص سكفي عن أي بشر كلوك حيا حقا نحرزته ونحرزه كأود بدنته حاجة ما جراني سان نعيبك واحد عكر قفك إنه قصب أذ قصب تطلعك قصب كا وإيش أسأكل لحي هدو بيتو مركي أذ أدو كتكتو نوعك أود أقمه أما أكبر الدين ترى لكن مركي قلبي سأيتها وحدوه جامين كرساس سهلا أسمع عويان أدو شو أدو مغيها مركي قف إنه ضعديها في عن عبسة وصمت وصمع كوسمين وفي صدا إنه صنع رضها مع علمانتي أراد دلي ترتو دلك وقصب جري نور بمعلنتو دكسة كبحه أي أقول تنبه بدنا كده يعني هو قرانا إن الله أنت من الالتزام يدين تنبه بدل ما هي مركب يدوس يكبر حبة أقول تنبه سوت أول بقصر على وجهه مرهر كبر غي معناك قصر كبر غي لكن مد دور شو قلب جاء وتربية ما هين سرعان مركب لو حكى في عن حجاير أو ضاعلة وقلب يدين تكون دقي ومعناك تجعل علي ودعية ومقرانا يسا أسوه لوبة كورن حجاي أرضها هذا حواري معانك وحسيه مركي مجرنا يسا كي كب حبا أو كراس عنا أشره كي كب حبا ما أرتاح حواري أوسيه ما حد ما ينلي هذا مجرنا يسا وجعلنا الله يبقى صوت ارتمي الله بس كعريان مجرنا يسا قال هذا ما أنت شو جا وحواري النعنع عيسيا المهواسة سبطان وهتشعري هو عريان هل سكول كمركي هذا يوم بأوفر سا إنه مد إنه جو يوم ما تعلى سكول دك سنة قصبك وأدب عليه حاك يا ناي كنا قصب كوات كنا مجويني مجويني هذا ترى حس أسوأ شكرًا ما يجوا شكرًا واتجيه بكلي سوت لأنهم لنا عن وحويان وشبره لود هذه حاجة حرورة فهم إذا لود هذه ويا بس مرك عقلك إنسان كوسب بس الناس ما بدقوق نمط وعقلك إنسان كأنه سوسو جدا لي مرك وعك عقله تتكاهل دينك ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض فبما رحمة من الله بقى نعرف الحق سكادر هذا يا أبو تدعي النبي عليه الصلاة والسلام مركب مسألة ومسألة أباهم تكسيد حق إذا يمارت إن لقب دلو يا خلف سنانت يدلك يوم مقرنا يسا دضا مارت استراف لسينا يو والشمس اللي هو قاضي يكوى صوضو بللي هرنتها سوى هرنان صحيح ويا قال محمد بن حسين محمد بن حسين وحوي مسوح بن كبودي أخبرنا وحينا والرمي أبو عبد الله أحمد بن حسين بن عبد الجبار الصوفي قال وحورا أخبرنا محنور رمي محمد وحنور شق محمد بن بكار قال وحورا أخبرنا وحنور رمي عن بسطة بن عبد الواحد عن عمر بن عامر البجلي قال وحورا قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وحويه تعلموا العلم علمي قبرتا وتعلموا للعلم علمي قال واحد أبرتين دراديسة السكينة تحسلوني يا والحلم تلقاه علمي وين رصعده
يعني معلم ك أما مارت خوفك علم ذلك بره دجن دلقات كان له وأنف فضين وكو احتر بدنيا هاي ذلك كلام مقرسة حتى ذلك عقون تبدا وتواضعوا ذلك السديقة لمن تعلمون ذلك بريسين وليتواضع لكم أذنكم مركاسي هايدين تواضع ذلك سكين دجن من تعلمون عدة بريسين ولا تكونوا هنقننا شبابرة العلماء علماء ما قرانا ساقل في سنة مارت شبابرة الحكام باشر صوما شبابرة العلماء نواشرة علماء قل في سن وأذك وما قرانا ساياشرة مركوا على سكمنا قنين بور مارت وفلا يقوم علمكم بجهلكم وفلا يقوم وندق ما يوم مركز علمكم علمينه بجهلكم حد جذب كنا وندق من ماي علمينا يا حد جذب كنا حد جذب كنا بعضنا يا مكان عندنا علم إذا كقادم ويس روح على وبها هي تلقات دجنان شو أخلاق قفوا أخلاق ده ليه هيدا تكو حبيك في أي سنة أتان لبنان أوكيانو مثلا علمي يقان ميت كيوت وحوي وانن تشل عصانه وضطك أوتش العصانه ونحرس بضانه وحتر بضانه وضطك ما تكسوه كتان ولباتيس أوش كتان أسود وادان إنه وحوي وانن ما تقل في سنة وما تحذق وضطك عايو أفكيس الله جع الرأ ما قرنها لو ضطك علمك قادم يعني كان تشل عصانه ما كان لك في أي سنة كان لك علم يسوى لك عرّي ما أرسل علم الرواد الرواي بنغنيه ما قرنا إسا بركات دب وجي سنة ذاتك بركات أسرك وحويا وحبرتانك وتربية أسر كذا محرس بأسع صواح إلى وحوزها توفنا في صلى الله عليه وسلم.